أدعى مجدي الأشهب، عمري 30 سنة، من مواليد العاصمة الأردنية عمان، مقيم في القدس، حاصل على لقب أول في مجال الزجاج والسيراميك من أكاديمية بيت سلال. بمشروع الماتش ماكر أعمل مع الفنانة والحرفية أمال الصباح، وهي مقدسية تحترف التطريز وتحمل خبرة كبيرة بهذه المهنة. زرت أمال أكثر من مرة في بيتها وتعرفت على الأعمال الرائعة التي تصنعها، وقمنا بالتجول مع بعض بأكثر من قرية وبلدة فلسطينية لندمج طرق عملنا الشخصية ونظرتنا لمجال الفن. لم نتطرق لتقنيات التطريز المعهود، بل استخدمنا الزخارف الإسلامية بطريقة بارزة عن طريق التطريز بهدف صنع مجموعة مصابيح مستوحاة من الرموز التي قابلتها بالقرى والبلدات التي قمنا بزيارتها. كانت مشاركة العمل مع أمال تجربة مميزة من ناحيتي، خاصة أنني لم أتعامل مع حرفة التطريز العريقة من قبل. بهذا العمل تعاملنا مع نقطة التقاء الأقمشة وأشعة الضوء ما بين الستائر والشبابيك، تسمح لنا الأعمال المصنوعة بأن نتحكم بالنور والظلام عن طريق ثريات مبنية من أقمشة مطرزة بزخارف مغطاة بصمغ الإيبوكسي لتصليبها، وبهذا تروي قصة القرى والبلدات الفلسطينية.